لو الحكاية فيها إن فيتو على شهداء مصر، شهداء مصر الذين أزقت أرواحهم على يد الإرهاب الغادر، الإرهاب الأسود، الجماعة الإرهابية، أرجوكم الوقوف دقيقة حلال. حد يشوف فرصة صورة؟ شكرا، تفضلوا. للأسف الشديد إن نحن اليوم قبل أن أقرأ البيان أريد أن ألقي بكلمة للسادة الأفاضل الرأي العام في جمهورية مصر العربية. أمين مساعد لهيئة الأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، فهذا الرجل يعلم ما هو الميثاق الأولمبي والمواثيق الدولية. يا سادة، أن أرجو الجميع أن يعلم ما كتب في جرائد اليوم كله لا يمت الحقيقة بشيئا. لا تم في لقاء دولة رئيس الوزراء الذي قلبه على الدولة ويريد أن نمر مر الكرام من هذه الأزمة، ولا توقف نشاط دولة بأكملها هو يرفض هذا الأسلوب، ولا يجوز أن يكون القائم بعمل وزيرا للرياضة أن يقوم ويقول أمام رئيس الوزراء يا ريت النشاط يقف ونوفر 300 مليون جنيه، ده ما يبقاش وزير. اللي عايز يقف نشاط دولة ما يبقاش وزير. وهذا الكلام اتقال مش بس داخل حجرة رئيس الوزراء، ولكنه أتى بهذه الأقوال أمام الصحافة. 300 مليون اللي بيتكلم عليهم اللي هم حتى ريو دي جانيرو 2016، الدولة لا تبخل عن أبنائها، وأن قطاع الرياضة الذي يكون من أكبر مؤسسات الدولة حجما من 5.5 لـ6 مليون مواطن يعملون في هذا الحق. كيف يجرؤ هذا الوزير الذي يصدر قرارات عشوائية غير مدروسة وألفاظ عشوائية غير مدروسة، كيف يأتي بهذه الكلمات ويقول يا ريت النشاط يقف عشان نوفر 300 مليون وبلاش السفرات والفسح؟ رؤساء الاتحادات وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الجميع صمم أن يأتي اليوم ليقول كلمة. نحن يا طاهر سوف نحافظ على رفع علم بلدنا في كافة المحافل الدولية. نحن يا طاهر يجب أن نشيدنا الوطني لازم نسمعه، مش هنبعد عن العالم يا طاهر عشان أغراضك الشخصية، هذا مرفوض شكلا وموضوعا. كل ما كتب في صحائف اليوم ليس كل هذا كلام، أنا منزل لكم قرار البيان الذي أدلى به رئيس وزراء مصر عندكم هنا أهو، يا ريت تقروه. دولة الرئيس قال لي إحنا ملتزمين بالميثاق الأولمبي. فيتو